مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم النهارده انا محمد قاسم لايف جديد مع المعلم احمد كرشه. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نعرف منك حكايتك بقى مع لحمه الراس والله لحمه الراس يعني احنا شغلنا واخدينها ابا عن جد طبعا، فبنحب طبعا يعني من شكل الاكل وكده عندنا لحمه راس زي ما حضرتك عايز. انا عايز تعرف بقى اللي موجوده لحمه الراس دي بتبقى عندها لحمه راس مثلا السمنين مشكل، عندها لحمه راس طحال فشه قلب زي ما حضرتك عايز يعني. هو تمام، عايز تعرف ايه مثلا؟ انت بقالك قد ايه شغال في المهنه؟ بقى انا حاليا مرتب بتاع 7 سنين مثلا، لكن انا من صغري طبعا طبعا مع اخويا وخالي خلاني شغالين يعني. انا بقى هنعرف حكايتك مع لحمه الراس وايه الانواع اللي موجوده وايه الحاجات اللي الناس بتقبل عليها دايما عندك مع اليوم السابع دلوقتي، وهنكون معاك في جوله داخل المكان. اهلا وسهلا، نعرف منك كل التفاصيل. يلا بينا. عايز تعرف ايه يعني؟ يلا بينا. تعالى يلا بينا. ماشي. كلمني بقى ايه الانواع اللي موجوده عندك في المكان؟ الانواع اللي هي موجوده طبعا لحمه راس وكبده وقلب وطحال وفشه ومنبار وكفته زي ما انت عايز. ايه اكتر حاجه الناس بتطلبها منك يعني؟ اكتر حاجه الناس طبعا بتطلبها مشكل، بس مشكل احمر يبقى عباره لحمه راس وكفته ومنبار كده يعني مشكل عادي. هنا بقى ده طبعا المنبار. خلاص يا باشا، دي التين يا باشا ده معمول في البيت طبعا، ما نجيبش حاجه جاهزه، بنصنعه يعني في البيت عندنا طبعا من فوق. كلمني بقى عن المكونات اللي موجوده. لحمه الراس بتتكون من كام؟ بتتكون من كام ايه؟ لحمه الراس بتتكون من كام جزء يعني؟ كام جزء؟ بيبقى فيها مثلا جواره، بيبقى فيه لسان، بيبقى فيه جبهه، تبقى عباره عن 3-4 حاجات يعني لحمه الراس لوحديها. مخ طبعا، بس احنا ما بنشتغلش بالمخ لا يعني، احنا ما عندناش المخ، احنا عندنا لحمه راس مشكل. اغلى حاجه بقى في لحمه الراس ايه هي؟ اللسان. اغلى حاجه في لحمه الراس تبقى اللسان. طلبات عندك بقى كام؟ باشا احنا عندنا اسعارنا مميزه جدا طبعا يعني. شرحينا بقى ايه الحاجات اللي موجوده عندك؟ لا يا باشا، لسان، تعالى كده يا فندم، ده طبعا لسان بناخده من لحمه الراس بنخليك، ده اللسان اهوت. بنخلي طبعا اللسان زي ما حضرتك شايف، ده بيبقى اللسان كده. اللسان ممكن تشوفه معانا؟ ده اللسان اهو يا فندم، ده بيبقى اللسان بيطلع من لحمه الرز زي ما حضرتك شايف. انت اتعلمت المهنه دي بقى من والدك وكده؟ يعني اخويا اتعلمتها ازاي يعني؟ من اخويا طبعا، انا جزار اصلا، انا اصلا جزار من اكون بتاع اكل يعني، والاكل ده خدته هوايه يعني وكده. اشرح لي بقى حضرتك الحاجات اللي موجوده دي محلها مثلا هنا. دي بتبقى حلويات. وده قلب، ودي بتبقى دوريه، ودي لحمه الراس طبعا، بس بقى بتطلع دي بتسميها الجبهه يعني، ده جزء من لحمه الراس بتبقى الجبهه تمام. وده بيبقى قلب، ودي فشه، فشه طبعا. بقى هنا بيبقى مثلا الطلبات بيبدا من كام؟ مثلا سندوتش رغيف بيبدا من 10 15 20 بس. ايه المايك ده؟ مش طالع حلو. المايك الرغيف طبعا بيبقى بيبدا من 10 15 20 زي ما حضرتك عايز يعني،
اغلى رغيفه او اغلى حاجه في لحمه الراس؟ احنا طبعا ما بنغليش الاكل على الزبون، طبعا الحاجه كلها في غلاء في البلد وكده يعني، بس احنا عندنا طبعا بنراعي ايه يعني ظروف الناس، فبنحب ايه نوفر يعني ايه بنحب بنوفر الاكل للناس يعني بقل ايه بقل سعر يعني. فالرغيف بيبدا من 10 15 20. آه عندنا طلب زي كده، ده طلب بنعبيه مثلا للزبون ب 20 جنيه ويبقى معاه رغيفين عيش. شوف بقى الطلب ده بيبقى ازاي. نعمل طلب كده تابع اليوم السابع، نشوف اعمل لك طلب حاضر. بس مش بس ده بناخد الطلب كده مثلا، سيبك من دوت عشان انت عايز ايه، اعرف الطلب هو 20 جنيه. طبعا بقى في شوربة الكوارع والحاجات دي. في طبعا شوربه، عندنا شوربة الكوارع يعني. احب الشوربه تبدا من 25 جنيه شوربه، غير اي شوربه بقى اسمها شوربه النم. طبعا دي كبده، تعالى بقى اوري حضرتك حاجه كده. دي الكبده بعد ما احنا شمعناها بقى، الكبده دي بتتشمع، ده طريقه السمين يعني. طريقتها ازاي بقى يعني؟ يعني الكبده بتنزل مثلا على الجريل زي ما حضرتك شايف كده، بنشمعها بعد كده بنقوم مازين بايه الحلويات بتاعتنا بقى، لحمه الراس والمشكل اللي احنا مثلا قطعناه هنا. ده كده ايه بقى؟ ده كده قلب مسلوق طبعا، القلب ده بيبقى مسلوق. اكتر وقت الناس بتطلب فيها لحمه الراس الصيف ولا الشتاء، او في مثلا اوقات معينه بيبقى طلب اكتر على هو الصيف عامه طبعا بيبقى شغلنا يعني بيطول شويه بالليل لان الناس كلها بتبقى سهرانه طبعا، بس في الشتاء يعني بتبقى الناس ايه بتحاول تنام بدري طبعا زي ما انت فاهم. بتشتغل كام ساعة في اليوم بقى؟ انا بشتغل 17 ساعة، بنفتح الساعة 12 الظهر وبنقفل الساعة 4 الفجر. اه طبعا ده السمين المشكل بقى. ده قلب برضو احنا قطعنا حلويات رميناها بس احنا ما رميناش لحضرتك، اوريك دلوقتي الحلويات. عايزين نعرف منك بقى ايه الحاجات اللي هنا، اشرحها لنا كده على ال. بص يا باشا ده كله كده بيبقى مسلوق. اه ايه بقى اسمها يعني؟ ده كده دي حلويات، دي كده حلويات تمام، دي لحمة راس اهيت، وده لسان، ده قلب، وده ممبار. جوهرة ايه؟ دي الجوهرة، ده طبعا الجوهرة، بس ده كله مسلوق يعني، الحاجات دي كلها مسلوقة. بعد كده بقى انت بتحطهم، بعد كده بنزلهم بقى على الجريل. اغلى حاجه في لحمه الراس ايه بقى؟ اللسان. اللسان اغلى حاجه في لحمه الراس. بكام مثلا يعني؟ اغلى الرغيف بيبدا من 20 جنيه. ده رغيف اللسان بس، لسان صافي. السلام عليكم.
طبعا دي الجوهره بعد ما احنا فصصناها. فين الجوهره؟ دي الجوهره تمام. بنخليها طبعا من العظم، ده بيبقى العظم بقى يتخلي. دي كده الجوهره؟ اه دي الجوهره. دي حاجه كده عايزها؟ اه. دي بتبقى الجبهة. طبعا الحاجات كلها مع بعض، يعني ما فيش حد يطلب حاجه واحده ولا لا. في بيبقى رغيف معين، يبقى مثلا بيبقى حد مثلا عايز كبده وكفته وممبار، ده بيبقى رغيف نباتي. كبده كفته ممبار قلب، وفي كفته وممبار بس برضو الزومبي بيطلبها برضو.